عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير مارينا اليخوت المختلفة، حيث أكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، مضيفا أن هذا أو أن هناك المزيد من الخطط التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، وخاصة من خلال زيادة عدد المارينات وتقديم تسهيلات ومزايا اليخوت التي تأتي إلى مصر، والاستفادة أيضا من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال سياحة اليخوت.